صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير. نحن موجودين بسوق العنابة وهو من أقدم الأسواق التاريخية والأثرية فينا نقول بمحافظة اللاذقية، طبعا سمي بالعنابة نظرا لوجود شجرة العناب بهذا الشارع المليء بالخانات والأسواق. طبعا من خلفي في جامع العنابة هو من أقدم الجوامع بمحافظة اللاذقية. ما ممكن ما حدا بمحافظة اللاذقية يزور إلا ويجي ويزور سوق العنابة اللي هو من الأسواق المتاحة لجميع شرائح المجتمع. خلونا نتعرف على هالسوق أكثر لنشوف كمان شو بيتضمن من بضائع ومن احتياجات. مرحبا، يعطيك العافية. يا رب، أهلا وسهلا، شرفتوا، أهلا وسهلا. تحكي لنا شوي عن سوق العنابة وكيف عم تشوف حركة الشراء فيه. أهلا وسهلا فيكم. سوق العنابة من أقدم الأسواق بمحافظة اللاذقية، وما في حدا بأهل سوريا يعني إلا إجا على اللاذقية وعرف سوق العنابة. سوق شعبي وفي كل البضائع ومختلف انواع البضائع واسعار كثير مقبوله، يعني بترضي كل الاذواق وكل شرائح المجتمع يعني، والحمد لله رب العالمين الاقبال كثير حلو. في ريحه موجوده بهذا الشارع؟ اكيد اكيد، حد بيجي على اللاذقية بيدخل على سوق العنابه اكيد راح يعني اول دخول على سوق العنابه راح يشوف جامع الاسد، سوق العنابه وشجره العنابه معروفه باللاذقية يعني من زمان، وريحه العنابه اكيد ما بتغيب عن اللاذقية، عن سوق اللاذقية وسوق العنابه. هذا الموسم السياحي بيتميز بانه في انتصارات للجيش العربي السوري، انعكس هالشيء امان وشجع السياحه، يعني هلا الناس من كل المحافظات عم تقدر تجي على اللاذقية وتعمل سياحه داخليه وترفع عن حالها شوي. خلينا نحكي عن هالموسم، كيف عم تشوف هالموسم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد انتصارات الجيش العربي السوري وبعد يعني حلول الامن والاستقرار بسوريا الحمد لله رب العالمين، واقبال السياح على محافظه اللاذقية كرمال البحر وكرمال جو الحلو وجو الامان، الحمد لله في اقبال جيد وفي زوار يعني، وفي حركه كثير مليحه وفي امان، بتحس يعني الحمد لله رب العالمين في عالم تنزل على البحر وتنزل على الاسواق ومرتاحه ولاوقات متاخره من الليل، يعني حتى الصبح يعني في ناس عم تضل على البحر وبالاسواق وحركه كثير جيده. نشكر كثير الجيش العربي السوري وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد، والحمد لله رب العالمين الامور كلها مرتاحه. مرحبا، يعطيك العافيه. ما هي سوق العنابه؟ هلا سوق العنابه تقريبا اشغل السوق بكل الشيخ ظاهر، يعني عندك يا اشغل من شارع حنان واشغل من قوة لي. ايه عم بينافسها. ايه تقريبا هون ارخص شيء عندكم شارع العنابه. هو يعني هذا السوق هو سوق اثري وفي بضاعه متاحه لكل شرائح المجتمع باسعار مقبوله. مضبوط، اسعارنا كثير نحن كويسه، واسعارنا تقريبا تعادل اسعار الجمله. يعني مثلا بياخذ قطعه مثل بياخذ 10 قطع، نفس الشيء. هي اسعارنا يعني اسعار جمله. نحن ما بنسوق مزبون. طب شو بتقول لكل اللي ما بيعرف سوق العنابه؟ شو بتقول؟ بنقول لهم انه يزورونا. تشرف. ميت سلامه. شكرا لك. اكيد مشاهدينا مثل ما شفنا سوق العنابه هو كمان طريق واصل بين شارع القواتلي وشارع هنانو، ومثل ما عم يحكوا المواطنين انه هو عم بينافس سوق هنانو ايضا الشعبي. طبعا عم نشوف في عجقه بالسوق. انت بسوق تاريخي وقديم كتير، شو بتميز سوق العنابه؟ شو الاكلات اللي بتميز فيها هذا الشارع؟ المشاوي، كباب، شقف، مطعم شعبي هون، سوق كتير كتير راقي. مرحبا، يعني عم تقلنا انه الجامع عمره 400 سنه، جامع العنابه 400 سنه، اكثر من 400 سنه. بتميز الجامع هذا اسمه جامع الشيخ ضاهي، ايوه، والسوق هذا قديم بينزلوا عليه من القرى ومن الأرياف ليتسوقوا هون. ليش؟ لأنه أسعاره مقبولة كله، عرفتي كيف؟ وهذا السوق من المطاعم، في مطاعم قديمة بيقولوا مطاعم بسوق العنابة، بيجوا من كل أنحاء سوريا ليأكلوا هون بسوق هاي، لأنه شعبي ونظيف وكويس دائما ورخيص بالإضافة، والألبسة هون كمان رخيصة ومقبول أسعارها غير هاي. وشو ما طلبتي متوفر، من البهارات للبخور للسماق لل شو ما طلبتي متواجد فيه، ايوه. وهذا هيك، والناس الموجودين فيه كلهم من الطبقه يعني الموظفين، من الناس الطبقه الكادحه. مرحبا، اهلا وسهلا. يا هلا، احنا موجودين بسوق العنابه اللي ما في حدا بيجي على اللاذقية وما بيزوره. خلينا نتعرف عليه اكثر. هلا هو في بضاعه باسعار مناسبه للجميع، بس شو بيتميز سوق العنابه؟ هلا اكثر شيء بيتميز برخص البضاعه الاسعار هون، لان اغلبيته ببيعوا بالجمله المحله،
ثانيه شغله هون كل شيء متنوع بالمحل بالسوق، شو ما بتحتاجي بتلاقي موجود. لبن العصف. تماما. وسوق شعبي مشهور بكل اللاذقيه مثل الحميديه بالشام، هون سوق العنابه بالنسبه للاذقيه. بالمجمل كيف الحركه؟ الحمد لله ممتازه. كويسه. شكرا لك. اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا مثل ما شفنا يعني هذا السوق هو سوق عريق، وبندعي كل اللي ما بيعرفوا سوق العنابة لزيارته والتعرف عليه أثريا وأيضا للسياحة فيه، لأنه فيه أسعار مناسبة للجميع. بنرجع على زملائنا في صباحنا غير.